تمر الشهور والسنوات ورغم ما طرأ من جديد في الحلويات، لكن تبقى الكنافة والقطائف سمة أساسية ولها علاقتها الخاصة مع المصريين التي دائما ما تضفي البهجة في شهر رمضان الكريم. أحمد منين، الحياة اليوم. بكرة بقى نشوف أصل القطايف. نشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله. أشوفكم على كل خير إن شاء الله.